يو كان شو من الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلو افريباي كورتس زي مرحبا بكم في قناتنا علي كورتس. دعوا لايك دعوا سبسكرايب ودعوا سبسكرايب في قناة سريقة عرفتنا تجدون رابط في الوصف. هيا بنا على بركة الله لنبدأ المقطع. كما رأيتم في الفيديو التي رأيتمه الآن هذا الفيديو وفيديو تشويقي من بعد هذا البوستر. كما ترون هذا البوستر كان أول بوستر رأيناه من شركة ون بلس عن هذا الجهاز، والذي هو سوف يكون جهاز غامض وسوف يسمونه كونسبت ون، يعني شيء خيالي سوف يكون. والجهاز سوف من المحتمل أن يأتي بكاميرا مخفية تحت الشاشة، أو سوف يكون جهاز فولدبل، لكن حتى كما رأيتم في الفيديو الذي عرضته لكم أنه قد يكون هاتف له تصميم مغاير مستقبلي، قد يكون له كاميرا يعني مثل الميمكس ألفا، أو قد يكون يعني كاميرا تحت الشاشة، ثلاث كاميرا تحت الشاشة وثلاث كاميرا خلفية، لا أدري لحد الساعة. وأتمنى أن يتم تسريب عن هذا الجهاز لأنه صراحة أثار انتباهي من شركة ون بلس. هيا بنا إلى الخبر التالي، وننتقل إلى الخبر التالي الذي يتحدث عن إعلان رسمي لشركة سامسونج لجهازين سربنا عنهما كثيرا، والذي هما النوت 10 لايت والإس 10 لايت. كما ترون في مواصفات الإس 10 لايت، الإس 10 لايت يأتي بمواصفات جيدة وكاميرات خارقة كما سرب عنه. الكاميرا سوف تأتي بشكل مربع مثل الام 30 اس ولكن بشكل أوسع، ونتمنى أن يصل هذا الجهاز إلى البلدان العربية. ونوتن لايت سربنا عنه في الحلقة السابقة كما ترون في الصور، وأريكم المواصفات الآن. المواصفات جيدة عن يعني عديد من الأجهزة. الجهاز سوف يأتي ب يعني مواصفات جيدة، سناب يعني اكسونوس 6810 وغيرها من الأشياء، شحن سريع، بطارية عملاقة. والمثير للانتباه انه فئة متوسطة واس بن، نعم اس بن في الجهاز، سوف يكون مماثل للنوت 9 او الاس 10، وسوف يكون ليس باقوى اداء لانه فئة متوسطة، ولكن نتمنى ان ينزل هذا الهاتف. اريد ان اجربه باحر شوق لان ارى هذا الهاتف امام عيني. وننتقل الى خبر التالي، نعود مع شركة سامسونج وتسريبات للاس 11 أو كما سوف نقول عنه الآن الإس 20. سامسونج ستغير الأسماء كما قلت لكم في الفيديو السابق. هناك تسريبات للإس 20، إس 20 بلس، إس 20 أولترا، وهي فقط للسكرين بروتكتورز. سامسونج سوف تبقى على البصمة التي هي ألترا سونيك من شركة كوالكوم، والشاشة سوف تكون فيها الألترا 6.9 إنش و 6.4 إنش للإس 20 البلس، والنسخة العادية لإس 20 سوف تأتي ب 6.2 إنش حسب ما ترون في الصورة. قد أكون أخطأت، ولكن يعني شاشات عملاقة، ومن المحتمل أن يكون هذا الجهاز يعني قوي جدا. الجهاز سوف يكون ب 8K 30 فريم في الثانية، 4K 60 فريم في الثانية، كاميرا 108 ميجا بكسل تجمع 9 بكسلات لتصبح 12 ميجا بكسل خارقة، وكاميرا زوم يعني تصل الى 10x هايبريد 5x اوبتيكال و 50x مضاعفة رقميا مع الهايبريد. وارى شركة سامسونج سوف تدخل في مصارعة الزوم مع شركة هواوي، وهذا شيء ممتاز. وننتقل الى خبر التالي، تسريب لبراءة اختراع من شركة فيفو لشاشة بونت هول لكن رباعية، يعني سوف يكون فيها أربعة كاميرات أو كاميرات ومستشعرات للوجه أو أشياء أخرى سوف تأتي في عالم الهواتف كما تخطط الشركات. وكما ترون في الصور
هناك صور يعني لبونشو المجتمعة مع بعضها أو مفرقة على زوايا الشاشة، وأرى أن توجه البونشو غريب ولكن ليس بهذه الطريقة. أعطونا فقط كاميرا واحدة، نحتاج فقط سيلفي. الخلفية هي الأساسية التي يجب على الشركات أن تركز فيها لتعطينا أداء DSLR كما حدث مع العديد من الهواتف الفلاكشيب. وننتقل إلى الخبر التالي، وننتقل إلى الخبر الأخير الذي يتحدث عن جوجل بيكسل 4A و 4A XL. تسريب لهذه الهواتف سوف تكون بشاشة بونش هول ديسبلاي 5.8 إنش، ولا نعرف الجودة. الكاميرا سوف تكون كاميرا واحدة في الخلف على شكل مربع، سوف تكون من المحتمل 12.2 ميجا بيكسل سلسلة البيكسل عموما. سوف يكون هذا الجهاز بهيدفون جاك، وسوف يعلن عن هذا الهاتف في الربع الثاني من سنة 2020. وأرى شركة جوجل سوف تعطينا هواتف اقتصادية بهذا المواصفات، يعني شيء ممتاز. والشاشة صراحة الشاشة سوف تكون أفضل من البيكسل 4 وال4 XL بالنسبة لي على استغلال الحواف، كما ترون في الصور، يعني صور خارقة، يعني شيء ممتاز من شركة جوجل أن تعطينا هاتف بهذه المواصفات. السعر سوف يكون قد يكون مثل البيكسل 3A XL فما فوق، و نتمنى أن يكون هذا الجهاز يعني شيء ممتاز من شركة جوجل أن تعطيه لنا بشكل جيد. الهاتف سوف يأتي ببصمة، لن يأتي بفيس أنلوك، وهكذا قد نكون أهنا طقس نشرت الأخبار للتقنية والمعلومات. أعطونا رأيكم في التعليقات، هل أعجبكم الفيديو أم لا؟ وأتمنى أن نصل إلى 200 مشترك في أقرب وقت ممكن، وإلى 1000. دعمكم هو سر النجاح، وضعوا اللايك واكتبوا في التعليقات هل أعجبكم الفيديو أم لا. أعطوني ملاحظات لأحسن الأداء، وانتظروا مفاجآت قادمة للقناة. وهكذا قد نكون هنا الفيديو، أعطونا رأيكم في التعليقات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Peace out.